مرحبا معكم غصن ويا زان، رجعنا لكم بفيديو جديد. اول شغله، نحن اليوم طالعين مشوار كثير حلو، طالعين على اطول جسر معلق باوروبا. ما بنعرف كيف رح يكون الوضع، متحمسين لنروح لنشوف، ما بنعرف، خايفين بنفس الوقت. انت خايف تطلع عليه؟ لا انا مو خايف، بس غصن خايف. وفكره ثانيه انه الدنيا رجعت تصيف هون، فعاد احنا بس تكون الدنيا مصيفه رح ناخذكم كثير مشاوير معنا وحنطلع، بس يصير البرد هون ما عاد رح نقدر نطلع كثير نفس الصفي وهيك. والشغله الثانية واللي هي اهم، انه عن جد شكرا كثير 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 على دعمكم لنا وعلى الكومنتات الحلوه يلي عم تكتبوا لنا اياها. عن جد كثير هالكومنتات يعني بتعني لنا كثير، يعني عم بتخلينا نستمر وعم بتخلينا عم تشجعونا وعم تخلونا عن جد انه نعمل فيديوهات اكثر واكثر. فدايما اعملوا كومنتات حلوه ولايكات كثير، وكمان ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد، وتعملوا شير كمان لرفقاتكم يشوفوا فيديوهاتنا. شو كمان؟ خليت لكم قصص. شو كمان؟ نسيت شيء بعد؟ لا ما نسيت شيء. حساباتنا الانستغرام موجوده تحت بالوصف، كمان ضيفونا عليهم على حسابات الانستغرام. بتعرف يزن كثير فعال عليه ما شاء الله عليه. يلا خلينا نبلش. وصلنا وصل مسطولي هون. لا يزن، لانه صفينا السياره ومو عارفين لوين بدنا نروح. شرفك، نحن اي هلا، نحن اي باركينج هلا صفينا. خلص روح امشي بدنا نمشي 2.4 كيلو متر لنوصل. شو غصن؟ كيف استعدادك؟ متحمسة؟ والله لو نروح حالنا لنوصل. يلا مو انا خايفة كيف بدي ادعس هيك على البرج هيك. على البرج؟ برج شو حبيبتي؟ البرج بتقول عنه جسر والجسر برج. على الجسر. هاي هي المنطقة. خلي قلبي قوي. طبعا كمان هون على قمة الجبل. ليش حسيتك دليل سياحي؟ رح تكون دليل سياحي. عم تفرجينا على هذيك المنطقة. بمشوارنا. بس ما تنبسطوا كثير لأنه يمكن على الأربعة فكروا. يلا سريع سريع سريع، خلينا نلحق. سريع عم بقول لك، ما تركضي. غصن. يا حبيبي بكره بالدرج أنا. غصن قول لك سريع ما تركضي. طب ما هي عم بسرع. اوبس رحت مرة. عن جد واو واو واو، انا بحب كثير الطبيعة. مين يلي مثلي بحب الطبيعة يكتب لنا تحت بالكومنتات. انا ما بحب الغابة. انا عم تأكد انه رح نوصل. هذا هو الجسر، ها شايفينه؟ متأكد انه رح نوصل اليوم؟ اكيد تعبت. تعبتي؟ انا على اساس انه انت ما تعبت؟ انا لا، انا بتعب. انا طبعا بما انه ما عملت رياضه اليوم، هي احلى رياضه المشي. صح صح، كل ما نخلص من طلوع بنقول ما عاد في طلوع. يا بيجي نطلع. قلت لك نلحق. رح نلحق ماسكة. جاهزين لتشوفوا المنظر معنا؟ خايفين. جاهزين؟ واو. او ماي جاد، بخوف يا زلمة. عبيز؟ عبيز؟ طيب غصن خليني اشوفك انا. لا هيك كثير عبيز. كثير كثير عبيز. لا شوفي شو ما اطول جسر باوروبا، جسر معلق. غصن طب طلع فيه. يمكن هي اخر مرة. غصن طلع فيه. غصن هي اخر مرة بيجي. عن جد واو، يعني ما بعرف كيف عم يطلع التصوير حتى كمان، لانه بصراحة يعني كثير 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 منظر. ما بعرف على الكاميرا كيف طالع يعني هيك. غصن هدي شوي الكاميرا لعلمك كيف كيف تمشي. والله العظيم شو غصان؟ ترجعي؟ ارجع. قريبين كثير. بالشو؟ طب طلع فيي هون. طيب احكي معك. بالبلبل. ما بعرف غصان.
ليك في عم تمشي بس عن جد في بخوف يعني انه كيف عم بمشي هادي شو طبعا هاي بس تصير هون بسرعه الرياح فوق الستين فعاد المنظر كيف عن جد استنيني يا غصان استنيني ليك انا كيف عم بمشي ها عادي 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 لك عادي يا عمي شو عادي عادي اصعد عن جد بس شعور بجنن يعني انه هيك بتحسوا حالكم بين الارض والسماء وليك بحكي طريق طويل كثير 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 كان شعور بجنن حلو كثير انا بالنسبه لي بعد يمكن حنرجع اكيد رح نرجع من وين بدنا نروح لكان بس بدنا نستنى كل هدول ليخلصوا ليجي نحن دورنا بقدر نرجع على الجهه الثانيه يمكن لازم نصف الدور خلص يلا مو مشكله قصدك شو؟ كثير حلو كان حلو كان؟ أول شيء خفت كثير لأنه خصوصا بس توصل شوي على النص لأنه بيهز بصير يهز يمين يسار من أول ما طلعنا عم بيهز لا لا أكثر شيء بالنص صراحة حسيت إنه هيك رح يقلب أنت قاعد عم بتصور وماشي كيف أنت مش ما خفت؟ يا عمي مثبت و ما خص مثبت بس عم بيهز العقل اللي بيخاف أنا ما عندي عقل بعرف ما عندك عقل ليك كيف عم بيهزوا هدوك الحبال هون تحت شايفي؟ شايفي كيف عم بيهزوا ليك ليك تفرج طلع هلا بطلت خايفة مثل الأول شوفي شوف شوف كيف عم بيهزوا طلعي طلعي هونيك ما رح نوصل نكلتنا وصلنا نكلتنا بخوفها أول ما طلعنا على السكة حسيت عادي أول شيء بقول لك في رهبة عن جد إيه في رهبة يعني أنا كمان حسيت برهبة معاش اللي بده يتمسخر علي معاش ولا كان اخيرا شو يا غصن واخيرا شو وصلنا يلا باي باي هلا شو الله يهيننا على الرجعه لا الرجعه كله شو كله طلوع كله قبل اقول كله نزول ليك كله طلوع ونزول هلا بعد حطي كمامي حطي حطي هلا يا عمي بيجونا ما بدك تحطيها؟ يعني هذا غصن دائما يا جماعه مشان تعرفوها دائما بدها تخالف ودائما ها انت بدي اتنفس يلا شوي اوكي تنفس يلا يلا ها طبعا هلا خلصنا نحن من الجسر ومشينا تقريبا شغله شي نص ساعه بالسياره طبعا وساعه مشيناها مشي لوصلنا على السياره كانت عن جد كثير بعيده عن الباركينج هلا رايحين ناكل لانه كثير طبعا لا قبل ما ناكل احنا وصلنا على مدينه كثير 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 حلوه ايه. بس يمكن ما بدنا نطلع لكم اياها بهالفيديو فعاد رح نجي مخصوص عليها مشان نعمل لكم فيديو شو ولا شو رايك؟ اوكي بس هيك نعمل لهم شويه منظر صغير منظر صغير يعني انه هيك اللقطه صغيره طبعا ها هي المدينه هلا وصلنا على المطعم مشان ناكل جونا كثير مشان ناكل بتعوفني حالي بتعوفني حالي يا جماعه يعني ظلت ساعه لا طلبت تشوف الاكل مهم 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 بكل طلعه الاكل مهم لك مو عارفه رجع طلبت نفس ما انا طلبت المهم مهم اذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك شو بدك تحط الفيديو؟ لا بس هيك عم بذكرهم عن جد واو ما شاء الله شو حلو شو حلو المنظر مش عندك ما في انترنت بالي طبعا هلا خلصنا اكل الحمد لله شبعتي؟ ليك عم تغفي قد ما هي نعسانة بس اكلت ما بعرف شو صار لي نعست شو صار لك؟ بدي نام بدها تنام تعبنا كثير اليوم مشينا كثير فتنا كثير مناطق بعد حبينا نقفل معكم الفيديو قبل ما نروح على البيت لانه الشمس عم تغيب يعني وبدها نوصل لا بس نوصل على البيت بيكون ما في شمس ومشان الاناره هيك افضل يعني نقفل معكم الفيديو عشان تشوفونا منيح يعني واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك تحطوا لايك وشير وسبسكرايب
وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد. وما تنسوا كمان تضيفونا على الانستغرام تلاقون تحت بالديسكربشن بوكس. وبس هلا بنكون باي باي. استنوا شوي استنوا شوي الفيديو صح بعده ما خلص كرمال صحصح لازم ناكل ايس كريم. يا حبيبي يا حبيبي يلا انا بطلع يلا من اول من الصبح انا عم بدفع عبتك مصاري. هلا هاد مو انت اللي بدك تطلعني مشوار؟ ايوه يلا طيب شارفي يلا تفضل تفضل. شو طلبتي بوصه؟ اسمعي ذات باز؟ يلا ادفعي يلا ادفعي. ايوه مخبيتيهم هذول طالعين طالعين يلا. لا والله ما مخبي شيء ما مخبي شيء. وها جبت لها بوزه غيور طلعنا الايس كريم اللي اشتراها. بس انا ليك صغيره انت ليك شو كبيره. وين كبيره؟ اكبر من يا جماعه. وهلا خلص على البيت يلا وصلنا على البيت وصل. لا بعد شوي. شو بعد شوي؟ وهلا صار فينا نقول لكم خلص باي 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 بعد ما اكلنا بوزه وهلا صح صح.